حكاية من الكتاب. في موضوع آخر، لقي صبيحة اليوم 7 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون. أمثال شعبية تجسد في قصة مستوحاة من الواقع. صاحبي، أنا جايب لك واحد بشارة اليوم. ماذا بي؟ اسمعني من الله. أقول أنا بلك أدعوني شوية بعدين. مزيج بين الدراما والكوميديا السوداء مع ألمعي نجوم الفن. مجرى كتوبية رخص لي صح نخدم معاكم هنا ونعرف ندير كل شيء. وين غادي تعيش هالداخل؟ تفضلوا مرحبا بكم باش نشاورك على واحد الامر. قريبا في رمضان على قناة الباهية كونوا في الموعد.